السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ كنتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير، الأحوال ديالكم طيبة وعلى ما يرام، والمشاركة ديالكم معايا نالت الإعجاب ديالكم، والوصفات اللي كنتشاركها معكم نالوا الإعجاب ديالكم تهما، وشكرا جزيلا كما العادة على الدعم والتوفيق إن شاء الله للجميع وعلى بركة الله. غادي نتشارك معكم هالنهار واحد الكب كيك كيجي رائع، غادي تشوفوا المقادير ديالو بسيطة، ماشي يعني شي مقادير كثيرة، على بركة الله. هنا عندنا غنبدأ أول حاجة نجهز الدقيق، هنا عندنا 250 غرام ديال الدقيق، غنضيف عليها قبسة ملح، نضيف عليها قبسة ملح، نضيف عليها الكاكاو، ملعقتين مملوءتين من الكاكاو باش نمزجهم جيدا، ملعقتين مملوءتين من الكاكاو، ملعقة ثانية، غنضيف عليهم الخميرة ديال الحلويات، خميرة الحلويات الحجم الكبير، الوزن فيها 15 غرام، وغنمزجو جيدا هاد الخليط ونحتفظو به جانبا، ونمشيو نجهزو دابا المادة السائلة اللي غادي نضيفو فوق منها هاد الدقيق. حاجتنا دابا ثلاث بيضات، سكر فانيليا جوج ديال الساشيات، غنضيفو السوائل دابا كلها، كوب من السكر مملوء، بسم الله، كوب من هنا 150 غرام ديال الزبدة ذوبتها، 150 غرام ديال الزبدة دائبة، كوب لاروب ما يعادل 120 مللتر ديال الحليب، وغادي نمزجو جيدا واحد جوج ديال الدقائق بالخفاق الكهربائي. من بعد ما خفقناه واحد دقيقة ولا جوج دقائق، كنبقاو دابا بسم الله في إضافة الدقيق ونمزجو، تنساليو هاد الكمية ديال الدقيق اللي جهزناها ونرجع. هذا هو القوام ديال هاد العجينة، كتجينا كتجي شوية هكذا قاصحة، ضروري لأن فيها الزبدة والكاب كيك ديما خصنا نديرو قاصح. هذا هو القوام ديالها، غنضيف عليها دابا واحد الإضافة، نضيف عليها واحد 50 غرام ديال الشوكولاتة، كتجي غنية هاد الكاب كيك بالشوكولات، كيجي المذاق ديالو ولا أروع، هانتوما غتشوفو معايا النتيجة إن شاء الله غادي تبان لكم. غادي نمشي نجيب دابا الكوغة ديال الكاب كيك والقالب ديال الكاب كيك ونرجع. هكذا هذا هو القوام ديالها، غادي نجيبو هاد القوالب ديال الكاب كيك ونعمروهم يعني جيدا. كتخرجنا كمية يعني وفيرة ديال الكاب كيك، غنستمر هاد العملية. من بعد ما عمرناهم هما كل حبة كنجيبو عاود القليل من الشوكولاتة، غادي غنهرمسها غير بالسكين، كنحطوهم في الوسط، هادي غير إضافة اللي بغاها ما يضيفها، اللي ما بغاهاش يديروه غير في الداخل. نستمر ونتلاقاو إن شاء الله. دابا غندخلوها الفرن على درجة حرارة 200، ونتلاقاو إن شاء الله من بعد ما طيب وتشوف النتيجة النهائية ديالهم. هو ما شاء الله من خرج من الفرن، شوفوا ما شاء الله كيفاش جا مرتفع، والرائحة يعني ما نقولكمش اللي طالعة منه، وداك الشوكولاتة اللي ضفنا معاه كلها راها دابت من الداخل، من كيبرد كيرجع معلك بداك الشوكولاتة اللي فيه من الداخل. وهذه هي الوصفة، وإلا نالت الإعجاب ديالكم جربوها. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي نحطوهم يبردو، تيبردو تماما، وكنحطوهم شي بلاستيك غذائي باش كيبقاو شادين في راسهم ما ينشفوش. وكنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، سهله ما فيهاش يعني مقادير، يعني مجرد الشوكولاته توفروا والزبده والبيض، وهاي الوصفه والكاكاو كيجيو رائعين، هانتوما كما كتشوفوا شحال عاليين. وكنتمنى نالوا الاعجاب ديالكم تجربوهم، ولا جربتوهم ان شاء الله غتناولوهم بالصحه والعافيه مع التقديم النهائي ديالهم. هو كيتقدم في التقديم ديالو شي حاجه رائع، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه لوليداتكم. من كيبرد كيرجع اكثر من رائع، داك الشوكولاط كيولي من الداخل معلق. كنتمنى يا ربي تجربوه، والى اللقاء، مع السلامه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء، مع السلامه.